لكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة. اليمن يدخل مرحلة سياسية جديدة، أنصار الله والقوى السياسية يوقعون مع الرئيس هادي على اتفاق لحل الأزمة وتأليف حكومة وحدة وطنية. الأخوان المسلمون يرفضون دعوة الرئيس المصري لنبذ العنف سبيلا للعودة إلى الحياة السياسية وإصرار على محاسبة من واجه المتظاهرين. مساء الخير. مرحلة سياسية جديدة تنتظر اليمن مع التوقيع على اتفاق لإنهاء الأزمة في البلاد بين الرئيس اليمني وأنصار الله والقوى السياسية الأخرى في اليمن، مرحلة عنوانها المشاركة السياسية الكاملة في الحكم والقرار وعدم إقصاء أحد، وفي المضمون استقالة الحكومة وتأليف حكومة وحدة وطنية على أن تكون حكومة كفاءات حزبية ونزيهة. توقيع الاتفاق جاء مع تسارع الأحداث الأمنية اليوم، فاللجان الشعبية أعلنت التطهير الكامل والكلي لمقر الفرقة الأولى التابعة للواء علي محسن الأحمر، واعتبرته مطلوبا للعدالة. كما دخلت اللجان مقر مجلس الوزراء والبنك المركزي ومؤسسات حكومية وعسكرية عدة، وما ساعد في ذلك أوامر وزير الداخلية لعناصره بعدم مواجهة أنصار الله واعتبارهم أنصارا للشرطة. تسلم اللجان الشعبية لأغلب مؤسسات الدولة جرى وسط دعوة أنصار الله جميع اليمنيين إلى الحفاظ على هذه المؤسسات وتسليمها لقوى الشرعية الجديدة. المستقبل السياسي لليمن وسط هذه التحولات سيكون محور ملف المسائية الرئيس لهذه الليلة، بينما نتوقف عند ربط الرئيس المصري عودة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي بنبذ العنف. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذين الملفين نتوقف بداية مع موجز لأهم الأخبار. شكرا لك لانا. مشاهدينا السلام عليكم. نفى مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية للميادين ما نقل عن مطالبة إيران بمرونة غريبة حيال أو غربية حيال ملفها النووي مقابل التعاون في مواجهة تنظيم داعش. المصدر أكد أن ما يتم تداوله من أخبار للإيحاء بأن إيران تريد ثمنا للتعاون مع واشنطن ضد داعش هو أمر مرفوض قطعيا. المصدر لفت إلى أن موقف إيران من الحرب على داعش واضح، وهو الموقف الصادر عن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وشدد على أن ما تطلبه طهران في الملف النووي حق أقرته القوانين الدولية ولا علاقة له بأي ملفات أخرى. في العراق استعادت البشمركة السيطرة على جسر الخازر شمال أربيل بعد معركة عنيفة مع داعش. القوات الكردية عملت على إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعها مسلحو داعش على الجسر الذي يبعد 40 كيلومترا عن أربيل. أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري أنه يجب على واشنطن احترام السيادة السورية في حربها ضد داعش. الوزارة الروسية أضافت أن لافروف أكد ضرورة الالتزام التام بلوائح الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولي والاحترام غير المشروط للسيادة السورية خلال إنجاز خطط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشمل استخدام القوة. ختام الموجز، عودة إليك لانا والمسائية. شكرا رولا. إذن يقبل اليمن على مرحلة سياسية جديدة مع الإعلان عن توقيع الاتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد. أنصار الله والقوى السياسية والرئيس اليمني وقعوا على هذا الاتفاق الذي يقضي بتأليف حكومة جديدة. تطورات سياسية تزامنت مع تحولات أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء. هبة الله بيطر. تطورات سياسية وميدانية متلاحقة شهدتها الساحة اليمنية بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. جرى توقيع اتفاق إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع. قبيل توقيع الاتفاق قدم رئيس الوزراء محمد سالم بسندوة استقالته من منصبه متهما الرئيس عبد رب منصور هادي بالتفرد بالسلطة، فيما دعا وزير الداخلية أجهزة الأمن إلى التعاون مع أنصار الله وعدم مواجهتهم واعتبارهم أصدقاء للشرطة في بيان صدر عن وزارة الداخلية.
إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع أعلنت في بيان تأييدها وانضمامها إلى ثورة الشعب، ما أعطى دفعة معنوية لمناصري أنصار الله، ولا سيما بعد أن قام اللواءان الرابع والسادس والعشرون بالخطوة نفسها في وقت سابق. أما ميدانيا فتوجه أنصار الله بنداء إلى المواطنين للحفاظ على المقر والمؤسسات العامة بعد أن تسلمت عناصر اللجان الشعبية مقر رسمية، منها مقر وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ومبنى البنك المركزي، إضافة إلى مقر حزب الإصلاح، كما تسلموا معسكر الفرقة الأولى وسط صنعاء. المئات من منتسبي الفرقة غادروا مقرها في الوقت الذي بقي فيه مصير الجنرال علي محسن الأحمر مجهولا. وينضم إلينا من صعدة المتحدث باسم حركة أنصار الله سيد محمد عبد السلام، أهلا بك. ما هو تعليقكم على هذا الاتفاق الذي طبعا وقعتم عليه؟ إلى ماذا يؤشر؟ ما هي المرحلة الجديدة التي أنتم مقبلون عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم الله وكذلك السادة المشاهدين. الاتفاق الأخير هو يعتبر انتصار لإرادة الشعب، هو تحقيق لأهدافه التي خرج ونادى من أجلها، هو أيضا يربي المطالب الشعبية وكذلك دماء الشهداء ومعاناة الجرحى الذين سقطوا في هذه الثورة المباركة وهم يطالبون بحقوق عادلة. ولذلك نحن نعتبر أن هذا الاتفاق إذا ما اتجهت السلطة بشكل جاد إلى تحقيقه فإنه سيلبي المطالب الشعبية التي نصت على إسقاط الجرعة، حيث سيتم إلغاءها في مرحلتين، المرحلة الأولى فورية والمرحلة الثانية بعد شهرين بعد أن تنتهي اللجنة الاقتصادية من إيجاد البدائل. كذلك تم بعون الله إسقاط الحكومة والدخول في حكومة شراكة وطنية ذات كفاءات ونزاهة تمثل كل الأطياف الوطنية، يكون بالتوافق عبر مستشارين ممثلين من كل المكونات لرئيس الجمهورية. كذلك تم البدء بتنفيذ مخرجات الحوار عبر إصلاح الهيئة الوطنية وإعادة القرارات التي لم يتم التوافق عليها إلى مخرجات الهيئة الوطنية، والبدء مجددا بأن تكون هذه الهيئة ليست فقط للرقابة وإنما للإشراف والرقابة، وإعادة نسب التمثيل وكذلك معالجة النظام الداخلي للهيئة. كذلك تضمنت أيضا رفع الأجور بنسبة 50% لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وبقية الأطراف الأخرى، إضافة إلى تحسين البدائل المطلوبة للمعيشة وإيجاد شراكة سياسية في مؤسسات الدولة. لماذا تحفظتم على الملحق المتعلق بالوضع الأمني في عمران ومأرب والجوف؟ نحن كنا قد بعثنا بملاحظات مع مندوبين الذين ذهب إلى صنعاء عصر اليوم، ولكن الطرف الآخر الممثل للسلطة رفض التعاطي معها. ولذلك قلنا وحرصا منا على الإسراع في تنفيذ الاتفاق أن طالما ولم تتفق أو نتفق نحن مع السلطة في توقيع الملحق فإننا نؤجله إلى وقت آخر وليتم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ما هو يعني ما هو المأخذ في الملحق على موضوع تسليم السلاح، على الوضع الأمني في هذه المناطق؟ ما هو مأخذكم كحركة أنصار الله؟ الكثير من المآخر. أولا نحن نرفض أن يتم اختزال القضايا الوطنية في بعض المحافظات لأن الصراع الموجود في البلد أولا صراع شامل، ثانيا المواضيع الأخرى فيما يخص السلاح وغيرها قد تضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار، وقد نصت الوثيقة الرئيسية على إيجاد الهيئة الوطنية أن تستمر في تنفيذ المخرجات وأن تتحرك الحكومة بالشراكة مع فريق أنصار الله في قضية صعدة وفريق القضية الجنوبية في القضية الجنوبية بتنفيذها. ولذلك نحن قلنا أن ما ذكر في الملحق هو محاولة اختزال ما ورد في الاتفاق الرئيسية أو إخراجها بشكل آخر أو بآخر على أساس إلغاء الأساسية، ولهذا نحن أبدينا التحفظات التي تضمن أن يكون للاتفاق الرئيسي الحلول الواضحة دون اختزال بعض القضايا والأزمات التي لم يكن لها علاقة بالثورة، باعتبار أن المشكلة الموجودة في الجوف وإن كان ثمت مشكلة موجودة في عمران فهي من قبل الثورة ومعالجتها يجب أن تكون عبر مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. طيب بالنسبة لرئيس الحكومة، الاتفاق نص على أن يتم تشكيل هذه الحكومة خلال 3 أيام، الشخصية يجب أن تكون غير حزبية، هل طرحت أسماء في الجلسة؟ هل لديكم تصور لشخص معين يمكن أن يكون هو رئيس الحكومة؟ وهل سيعين رئيس حكومة أنتم لن توافقوا عليه مثلا؟
أولا نحن الاتفاق نص على أنه منذ التوافق، فنحن لم ندخل أو نخوض حاليا في شخصية رئيس الوزراء. ثم الاتفاق أيضا نص على أن يكون هناك توافق من خلال المستشارين الممثلين لكل المكونات على شخصية رئيس الوزراء، فبالتأكيد سيكون التوافق لنا ولغيرنا أيضا على شخصية رئيس الوزراء. إذن ليس لديكم اسم الآن لتطرحونه؟ هناك الكثير من الأسماء، لكن لم ندخل بعد في نقاش مع الأطراف المعنية في تحديد شخصية رئيس الوزراء حتى الآن. طيب، بالنسبة للمستشارين لرئاسة الجمهورية كان ملفت هذا البند، ما أهمية أن يكون هناك مستشارين لرئيس الجمهورية من أنصار الله ومن الحراك الجنوبي؟ أولا نحن نؤكد أنه بعد مؤتمر الحوار الوطني قامت الأطراف السياسية التي مارست الإقصاء بحقنا على تعيين مستشارين للرئيس، ولما بدأ الحديث أن مكون أنصار الله موجود في مؤتمر الحوار وممثل في رئاسة الهيئة الرئاسية لمؤتمر الحوار، عين كل أعضاء الهيئة الرئاسية في مستشار للرئيس الجمهورية عدا مكون أنصار الله. نحن نؤكد أن الرئيس كما يستشير الأطراف الأخرى هو يجب أن يستشير هذا المكون، ونحن لا نقلل من حجم المكونات الأخرى، لكن نحن نرى أن التشاور معنا في القضايا الرئيسية هي تمثل صمام أمان للبلد، ولهذا حتى قضية المستشارين لا يكون القضية فقط استشارات، بل يكون هناك توافق حتى نتحمل نحن وبقية الفرقاء السياسيين ورئيس الدولة أي قرارات يريد الرئاسة أو الوطن أن يتخذها. هناك قرارات للأسف تتخذ دون العودة إلى اعتبار المعايير الداخلية، سواء فيما يخص الأقاليم أو غيره. ما هو مصير علي محسن الأحمر؟ هل صحيح أنكم ما زلتم تبحثون عنه الهيئات الشعبية لتسليمه إلى القضاء؟ نعم، ما زلنا نبحث عنه، وقد فر من الفرقة الأولى مدرع تقريبا يوم أمس حسب بعض البلاغات والبعض الأخرى تقول اليوم، ولكن في كل الأحوال نحن نعتبر هذا الشخصية هو من قوى السلطة المجرمة التي مارست الظلم في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان، وهو الذي استخدم تكفيريين في الفترة الأخيرة، ولهذا وجدنا أنه عندما فر هو ما زال مطلوبا للعدالة للجان الشعبية، وهو الذي كان يهيمن على مؤسسات الدولة وعلى بعض المبان والمقرات العسكرية. ويعلم الجميع أن مقر الفرقة الأولى مدرع المنحلة أصبح بقرار الرئاسي إلى حديقة، وهو من جعل من هذه الساحة ساحة للمواجهة، ولم يكن هو مستشار للرئيس، بل ما زال قائدا عسكريا لديه الكثير من الألوية في الجوف وفي عمران وفي العاصمة صنعاء، ولذلك سيظل علي محسن مطلوبا للعدالة بشكل واضح ولن يشمله أي اتفاق. هذه الألوية ما زالت تأتمر به اليوم حتى مع فراره؟ لا، نحن نعتقد أنه اليوم لم تعد تأتمر به أبدا، وقد اتضح أن الكثير من مباني الدولة الرسمية وكذلك المعسكرات والألوية أعلنت تأييدها للثورة الشعبية، خاصة ما حصل مع رئاسة الوزراء ومع القيادة العامة ومع معسكر الإذاعة ومع معسكر اللواء الرابع في محيط مبنى التلفزيون والكثير من مؤسسات الدولة. نحن نعتقد أنها لم تعد تأتمر للواء علي محسن الأحمر حاليا. شكرا لك سيد محمد عبد السلام، المتحدث باسم حركة أنصار الله، كنت معنا من صعدة. إذن المبعوث الأممي جمال بن عمر أعلن بنود الاتفاق الذي وقع بين القوى السياسية وحركة أنصار الله والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. يجري الأخ رئيس الجمهورية مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق، وتهدف هذه المشاورات إلى تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتكلف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية. تشارك المكونات في هذه المشاورات بشكل فعال، ويتم تمثيلها في الهيئات التنفيذية على المستوى المركزي وفي المحافظات لضمان الفاعلية والشراكة الوطنية. البند الثاني، خلال 3 أيام من توقيع هذا الاتفاق يعين الأخ رئيس الجمهورية مستشارين سياسيين من أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي، ويحدد الأخ رئيس الجمهورية مهام مستشاري السياسيين وصلاحيتهم بحيث تستوعب مهامهم المنصوص عليها في هذا الاتفاق. يتم تعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع، ويصدر الأخ رئيس الجمهورية قرار رئاسيا بتكليف رئيس الحكومة الجديد لتشكيل حكومة جديدة. الاتفاق تطرق أيضا إلى تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن. تضع اللجنة خطة مفصلة وشاملة تتضمن حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية،
بطريقة تصون حقوق جميع اليمنيين ومعيشتهم، وتحديدا الفئات الضعيفة والفقيرة. وتهدف الخطة إلى خلق مناخ يتيح لجميع اليمنيين تحسين فرصهم الاقتصادية وتوفير عيش كريم لأسرهم. وينضم إلينا الآن في الاستوديو الإعلامي اليمني حميد رزق، أهلا بك. أهلا وسهلا. ما أهمية هذا الاتفاق، الملاحظات التي سجلتها عليه وقابليته لأن ينفذ يعني بين الأطراف السياسية، يعني يتم الالتزام به؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة الميادين، وأعتقد أن الناطق الرسمي لأنصار الله كان قد أوفى الموضوع. إنما أعتقد أهمية الاتفاق أولا أنه يأتي استجابة وترجمة للإرادة الشعبية، هو تنفيذ لأهداف الثورة، بمعنى أنه الآن من هم في الساحات الاعتصام سواء في داخل أمانة العاصمة أو خارجها، هذه هي جهودهم، هذا هو خروجهم السلمي، هذا هو التصعيد الثوري الذي أرغم السلطة للاستجابة لمطالبهم. أيضا التطور الآخر أنه يعني ما يسمى أو رفض الحكومة التجاوب مع مطالب الشعب خلال الفترة الماضية، برغم أنه لم أحد كان يريد هذا الرفض، لكنه تحول إلى عامل إيجابي عندما تمكنت اللجان الشعبية من إسقاط مراكز الفساد التي كانت واحدة من أبرز العوائق أمام الاستجابة لهذه المطالب. أعتقد الآن أنه الفرصة مهيئة الآن أمام الرئيس عبد الرب منصور هادي للبدء في العملية السياسية الجديدة التي تبنى على مبدأي الكفاءة والشراكة والابتعاد عن المرحلة الماضية، مرحلة المحاصصة والإقصاء والتقاسم، هذه أضرت باليمنيين كثيرا. أنا متفائل جدا، لكن أعتقد أن الاتفاق سيواجه عراقيل، أعتقد أنه سيواجه عراقيل، لكن ما هي ومن من؟ لا زال هناك قوى ستحاول أن تكبح جماح الرئيس عبد الرب منصور هادي، تلعب في التفاصيل، يقال أن الشيطان يحضر في التفاصيل. يعني الآن اتفاق، يعني في تشكيل الحكومة سيكون هناك عراقيل، قد يكون في تشكيل الحكومة أو في اختيار عناصر الحكومة، لأنه حقيقة اليوم الشعب يتطلع إلى شخصيات نظيفة كفأة، غير الشخصيات التي اعتادوا عليها مدة عقود من الزمن. والوجوه تتبدل من منصب إلى آخر ومن وزارة إلى أخرى، اليوم الناس يتطلعون إلى وجوه جديدة تتسم بالنزاهة والكفاءة. مثلا ايضا فيما يخص الكثير من التفاصيل، لا نستبعد ان تحضر ضغوطات اما خارجيه، ضغوطات من مراكز قوى، لانه الان نتحدث عن علي محسن لا زال فار، لا نستبعد انه يحاول ان يستجمع قواه او ينسق مع بعض الاطراف من اجل الضغط، لانه يعتبر الان، انا علمت انه يعتبر الان ما جرى الليله انه خيانه من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي له، مما يتضح انه كان مسيطر. يعني انا علمت، لست متاكد، لكن هو اللسان حاله بالتاكيد كذلك، لانه كان الرجل يريد ان تتحول الدوله بقضها وقضيضها ومؤسساتها إلى جندي خلفه يخوض معركته، لكن رهاناته سقطت وأصبح فار ومطلوب للعدالة. لكن أرهن بالأيام القادمة قد ربما لا نستبعد أن ينسق مع بعض أطراف، لكن على كل حال نحن متفائلون، وهذا هو هذه هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لاستجابة لمطالب الناس والبدء بمرحلة سياسية جديدة. سينضم إلينا الآن سيد سعيد شمسان، وهو الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح، يحدثنا طبعا من صنعاء. سيد سعيد، توافق على ما قاله الإعلامي حميد رزق على أن هذه هي الخطوة التأسيسية لمرحلة مقبلة مشرقة في تاريخ اليمن؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الاستضافة بداية، ونؤكد أننا على مرحلة جديدة لا شك دخلناها في أعقاب هذه الأحداث المتسارعة التي شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا ما حصل يومنا هذا من اقتحام للمؤسسات وللمنشآت ولمقرات الأحزاب من قبل عناصر جماعة الحوثي. لا شك أننا دخلنا مرحلة جديدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومع ذلك فإننا نقول بأن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أتمنى أن يكون فعلا فاتحة خير لجمع شمل اليمنيين على طاولة واحدة. ولا شك ولا ريب أن هذا الاتفاق
لم يخرج كثيرا عما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني، بما فيها التشكيل الحكومي، بما فيها الشراكة السياسية لجميع الأطراف، بما فيها وقد وقعنا عليها في مخرجات الحوار الوطني. ما جاء في هذا الاتفاق هو تأكيد لتلك المخرجات، وبهذا الصدد نحن حقيقة نعزي أنفسنا ونعزي أبناء الشعب اليمني لسقوط الكثير من الضحايا الشهداء والجرحى، ونعزي أسر هؤلاء الشهداء سواء كانوا من أبناء القوات المسلحة والأمن أو كانوا من المواطنين، لأنهم في الأخير جميعهم يمنيون. أعتقد أنه هذا أمر مؤسف، ما كنا نحتاجه طالما أننا قد وقعنا على مخرجات الحوار. كان الأصل بنا أن نبدأ بداية صحيحة وجادة من جميع الأطراف وفي مقدمتهم الأخ رئيس الجمهورية وجميع المكونات بما فيهم أنصار الله والإصلاح وبقية الأحزاب الأخرى والحراك السلمي الجنوبي وفئات الشباب والمرأة. لا شك ولا ريب أنهم جميعا ملزمون بتنفيذ تلك المخرجات. حان الأوان، الآن الأوان وحان الوقت من أجل تنفيذ هذه المخرجات، ولا شك أن هذا الاتفاق قد سهل العملية، ونحتاج إلى نية جادة ومصداقية على أرض الواقع لتنفيذ هذه البنود التي وردت في هذا الاتفاق. دونما انتقاص، دونما اجتزاء، دونما انتقاء. يعني بالمواقف تقول مواقف المؤيدة لحركة أنصار الله وهم يعني الحركة وحتى كثير من المحللين أنه انتصار للإرادة الشعبية هذا الاتفاق، وتصحيح لفئات همشت في الوقت السابق في وقت سابق. أنا أعتقد أن هذا أمر يمكن أن يكون مختلف فيه، لأننا نحن أنصار الله شاركنا في ثورة 2011 وكنا معا في الساحات وشاركنا في تلك الثورة. ما حصل في الفترة الأخيرة أنا أعتقد أنه كان هروب من الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. لم نكن بحاجة لآلاف القتلى ولآلاف الجرحى ولآلاف الأسر المشردة، إلى تدمير البنية التحتية للمؤسسات الدولة، للمدارس، للمنشآت، للمقرات الأحزاب. وبهذا الصدد أنا أدين ما حصل من اعتداءات واقتحامات لمقرات الأحزاب وتحديدا مقرات حزب التجمع اليمني لإصلاح من قبل أنصار جماعة الحوثي، وأطالب بهم بالانسحاب فورا من تلك المقرات لأن هذا يدينه القانون ويدينه الدستور. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون صادقين مع الناس وصادقين مع أنفسنا في الالتزام بما نتفق عليه. هذا هو الأهم في هذه اللحظة، وعدم الهروب من أي اتفاقات. طيب سيد سعيد ابقى معي. أستاذ حميد، يعني لديك تعليق؟ ألم يكن بإمكان تحقيق الشراكة بأقل كلفة ممكنة كما قال سيد سعيد؟ بالنسبة لما قال الأستاذ سعيد، هو كله موضوع في طاولتهم هم. من الذي وقف حجر عثرة أمام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ من يعني أنت تقول حزب الإصلاح؟ حزب الإصلاح بالتأكيد هو أكبر العقبات. كان حزب الإصلاح لا سيما قياداتها العسكرية والقبلية والدينية هي التي عرقلت. ولعل الأستاذ سعيد يعرف أنه في واحد من الجلسات قال محمد قحطان لن نقبل، وكأنه الدولة ملك أبوه، لن نقبل بمشاركة أنصار الله مطلقا في الحكومة. والناس لا زالوا في مؤتمر الحوار الوطني. فالسؤال يوجه إليهم هم، لماذا أنتم كسلطة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وضعتم المخرجات في أدراج النسيان واستمريتم كسلطة أمر واقع لا تملكون شرعية، حتى لا شرعية انتخابات ولا غيرها؟ فيما يخص عندما ذكرت لك سابقا أنه كل الاتفاقات في اليمن حقيقة تبدأ ورائعة ويصفقوا لها الناس، لكن ربما تتعثر. على سبيل المثال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ما كان الناس يحتاجون للوصول إلى هذه المرحلة لو تم الذهاب نحو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. أعيد وأقول هم من عرقلوا هذه المخرجات. فيما يخص اقتحام مقرات حزب الإصلاح، طبعا اليوم حزب الإصلاح يخوض معركة
معركة عسكرية مع شباب الثورة واللجان الشعبية، وهناك بعض المجرات يتم إطلاق النار منها، في بعضها وجدت أسلحة بل معامل لصناعة متفجرات ومفخخات وعبوات ناسفة، وبالتالي عندما يكون هذا الحزب أو ذاك الطرف في معركة هذا هو قانون الصراع لا يوجد. طيب سيد سعيد، يعني المرحلة المقبلة أنتم كيف ستتعاطون مع الحياة السياسية؟ ستشاركون بالحكومة؟ يعني ما هي المطالب أو كيف سيتجه حزب الإصلاح في المرحلة المقبلة مع توقيع هذا الاتفاق؟ على كل حال كنت أود فقط أن أعقب على كلام الأخ علي وأقول له كنت أتمنى أن يلتزم بأدب الحوار. أنا أتحدى أن يثبت قضية من القضايا التي أثبتها، اتهمنا بأننا نحن السلطة. لا إله إلا الله. أنا أقول له السلطة هي بيد الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، ورئيس الوزراء كان هو رئيس وزراء متفق عليه وفقا للمبادرة الخليجية، وهو لا ينتمي إلى حزب، كان مستقلا وكان يمثل قوى الثورة والتغيير. الإصلاح لم يكن يوما في يوم من الأيام يرفض الإجماع الوطني ويرفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الذي رفض تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هو من حمل السلاح وجاء من صعدة واقتحم المناطق والمحافظات وأسقط عمران وقتل الجنود وأبناء الجيش والقوات المسلحة. هؤلاء هم الذين رفضوا تنفيذ مخرجات الحوار. وليس نحن لم نعتدي على أحد، لم نعتدي على الحوثيين في صعدة، لم نعتدي على الحوثيين في أي مقر من مقراتهم. دمروا المقرات، دمروا مقرات الأحزاب. أنا أقول أن هذه قضية ينبغي أن يعيد هو النظر وليس نحن. نحن نتحدى أن نثبت قضية واحدة من الذي قالها، ومع ذلك نحن نقول نحن مع الإجماع الوطني في التوقيع على هذا الاتفاق الجديد، ونتمنى فعلا من إخوان الحوثيين أن يكونوا في مقدمة من يلتزم بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وأن لا يتنصلوا أو يتهربوا من تنفيذها كما تهربوا من تنفيذ مخرجات الحوار في الفترة السابقة وفي تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تمت بينهم وبين الدولة. أنا أقول هكذا بكل وضوح وبعلى صوت، تم الاتفاق بينه وبين الدولة في قضية عمران وفي قضية صعدة وفي قضية، لم يكن الاتفاقات بيننا بينهم أو بين الإخوة الحوثيين وبين التجمع العلماني للصحة على الإطلاق في أي قضية من هذه القضايا، ومع ذلك رفضوا تنفيذها ونكثوا تلك الاتفاقات وتنصلوا منها جملة وتفصيلا. أقول على الإخوة الحوثيين أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن نجنب بلدنا متاهات الاحتراب والحروب الأهلية. كفانا اقتتال، طيب يعني سيد سعيد، كفانا احتراب. نحن سنكون مع السلم دائما، وسنكون مع يعني أنتم أبناء هذا الوطن وأبناء هذا الشعب في أي قضية سلمية. أنتم مشاركون في يعني مشاركون في الحكومة، ما هي مطالبكم كحزب إصلاح؟ هل ستطالبون بحقائب معينة؟ من ستسمون أيضا لرئاسة الحكومة؟ هناك مواصفات محددة للرئيس، هل لديكم اسم؟ أولا نحن ليس لنا أي مطالب خاصة بالتجمع اليمني للإصلاح على الإطلاق. نحن مع الشعب اليمني، وأحب أن نقول للأخ علي وللأخ الذي سبقه بأننا أول من رفض الجرعة، جرعة المشتقات النفطية، وبياناتنا المتعددة في هذا السياق نحن أول من رفضها، ليسوا هم، نحن الذين رفضناها. وأنا أعلنت كناطق رسمي وكرئيس دائرة سياسية للإصلاح رفضنا للمشتقات النفطية. لماذا لم تنضموا إليهم في الشارع وتعترضوا على هذا؟ مطالبنا في الأخير نحن مع إخواننا أبناء الشعب اليمني في مطالبهم الحقة العادلة، مع أن تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، عن المواطنين في 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 كافة المجالات. نحن حقيقة الإخوة الحوثيون التقوا معنا في هذه القضايا، وأؤكد للأخ علي نحن قدمنا مصفوفة متكاملة من اللقاء المشترك حول القضايا اللي طرحوها والتي لم يطرحوها، بما فيها إصلاح الأسعار، إصلاح الاقتصاد، إصلاح المنظومة الاقتصادية، إصلاح يعني قصدي إنهاء الفساد. هذا ما كنا دعونا إليه نحن في التجمع العلمي للإصلاح وفي أحزاب اللقاء المشترك، وعليه أن يرجع لتلك الرؤى ولتلك التصورات التي رفعناها
قدمناها وتقدمنا بها للحكومة، ومع ذلك نحن الآن لسنا في محل شغال. أقول علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية وأن نرتفع عن جراحاتنا، وأن يعني قصدي نفتح صفحة جديدة من الوئام والسلام والمحبة والتوجه الجاد. ممتاز، يعني هذا كلام ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه سيد سعيد. هذا الكلام نسمعه من كل الأطراف، هذا مؤشر جيد أليس كذلك أستاذ حميد؟ بالتأكيد مؤشر جيد، وأنا أعيد وأقول متى ما توفرت الإرادة السياسية الاتفاق إلى الآن ممتاز، وإن شاء الله يكون فاتحة مرحلة جديدة، لكن إذا ما توفرت الإرادة السياسية وإن أرادوا التلاعب وقطع الطريق واللعب من خلف الكواليس فهذا برسمهم هم، أما الشعب اليمني فهو حاضر بقوة وقادر على فرض إرادته. إنما هناك العديد من الأشياء التي أريد أعقب عليها، ولا يكون يعتقد أنه عندما نصحح بعض المعلومات أنه يطلب منا للأسف الالتزام بأدب الحوار. أولا أبدأ من عند حديثه أنهم هم من دعوا لتخفيض الجرعة في هذا القضية، هذه قضية مضحكة، وأنا أقول له فاتكم القدار. يعني اليوم تأتي تقول أنكم ضد الجرعة، للأسف الشديد كيف ضد الجرعة وأنتم من تسلطوا إعلامكم؟ لا يوجد إعلام، حتى الإعلام الرسمي اختطفوه وعملوا على شيطنة الثورة والمطالب الشعبية واعتبروها مجوسية واثنى عشرية وإمامة وإيرانية وإلى آخره، لم يبقوا شيء إلا وأقدعوا فيه. ووزارة الداخلية اللي بأيديهم أيضا هي التي تعتدي على المتظاهرين، واليوم يأتي ليقول نحن ضد الجرعة، أقصى ما تكلموا به عن الجرعة ونحن متابعون حتى لو أصدروا بيانات متأخرة، أقصى ما قالوا أنه نحن لم نتخذ قرار الجرعة، لا يوجد لدينا إلا وزراء قليل، اتخذت الجرعة بتوافق مع الأحزاب السياسية ورئيس الجمهورية، واليوم لا يجوز المغالطة ولا يجوز لا لا لا. أما بالنسبة لمخرجات الحوار الوطني عندما يقول هم فلان أو الطرف الثاني هو الذي لم ينفذ، من ينفذ المخرجات هو من يمتلك السلطة أم من هو خارج السلطة؟ ماذا بأيدي أنصار الله حتى ينفذوا مخرجات الحوار؟ هل هم وزارة الداخلية؟ هل هم وزارة الدفاع؟ هل هم وزارة المالية؟ هل هم رئاسة الوزراء؟ هل هم أيضا فيما يخصهم ينظرون إلى الحوار من زاوية السلاح فقط؟ سلم سلاحك يا أنصار الله لنسلط عليك تنظيم القاعدة ونسلط عليك الميليشيات القبلية التي يتبرأوا منها، هم يحركوها ويشتغلوا عليها ولديهم علي محسن كدرع عسكري وبعض الأذرع القبلية، وهم يريدون الاستمرار كحزب سياسي مدني مقلم الأظافر. هذه اللعبة أصبحت مكشوفة. طيب أستاذ حميد، قبل أن يعني تغادرنا فقط أعطني شخصية أو اسم تعتقد أنه سيتولى رئاسة الحكومة. هذه هي المفاجأة الذي لا أستطيع شخصيا أتصورها أو أنت. أنا لا أريد الآن أحتفظ بأمل، وأنا أريد أن أقول لك أنه اسم رئيس الوزراء سيكون عنوان المرحلة، فإن كان قريب إلى الشعب وبعيد عن منظومة الفساد السابقة فالمرحلة فالأمور مبشرة. ما هي الأسماء المطروحة؟ حقيقة لا أستطيع أستحضر. لماذا؟ لأننا لا أريد أن أتصور أحد من هؤلاء الذي أعرفهم والذي البعض بدأ يسوق نفسه وكأنه باهر وكأنه جيد وكأنه، لا أريد أن أتصوره. قد نصطم وأتمنى أن لا نصطم وأن نظل متفائلين. شكرا لك سيد حميد رزق الإعلام اليمني على انضمامك لنا هنا في الاستوديو الميادين. سعيد شمسان ما زلت نحيي الأخ حميد أيضا، لكن نقول علينا فعلا أن نرتفع على المناكفات الإعلامية وأن ننزل إلى أرض الواقع للتنفيذ. نتمنى أن يكون هذا هو شعار المرحلة المقبلة. سيد سعيد أنت ستبقى معنا في كل الأحوال. سأذهب إلى تصريح صغير يعني قبل أن نتابع معك الحوار، وأيضا سينضم إلينا ضيف آخر من صنعاء، من صعدة تحديدا، عضو البرلمان اليمني عن حزب الإصلاح الشيخ محمد الحزمي، كان ضيفنا يعني في التغطية السابقة، واعتبر أن ما قامت به حركة أنصار الله وصف يعني هذا الأمر بالانقلاب، ودعا حركة الإصلاح إلى عدم المشاركة في السلطة. نستمع إلى ما قال ونعود لنعلق معك على هذا التصريح. سيد سعيد، أنا من وجهة نظري أنا مع وجهة نظر الرئيس الذي وصف ما قام به الحوثي بأنه انقلاب، وهو انقلاب عسكري مكتمل الأركان بامتياز، والتعامل مع هذا الانقلاب يقتضي أنا أتمنى من قيادة الإصلاح وقد وجدت رسالة لهم أن لا يشاركوا في شرعنة هذا الانقلاب، وعليهم أن يتركوا العمل السياسي في إطار أي حكومة قادمة ويتفرغوا لخدمة الناس بأسلوبهم الذي يستطيعونه أو بطريقتهم التي يستطيعونها،
ويتركوا الحوثي يلملم ما بعثره. بدوره أكد عضو التجمع اليمني للإصلاح صلاح باتيس أن أنصار الله لم يسيطروا على صنعاء بل قاموا بتأمين المرافق الحيوية، وأكد أن الغطاء مرفوع عن كل ما يقوم بأي عمليات تخريبية داخل هذه المؤسسات أو اعتداء على المواطنين. ما حدث في مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء وعدد من المقار الحكومية ليس اقتحام وإنما هو تأمين لهذه المقرات من قبل اللجان الشعبية التي يشارك فيها أنصار الله لا شك وكثير من المكونات الأخرى وأبناء الشعب اليمني، وهذا حقيقة يطمئن جدا، بل وأعتقد أنه سيكون تصريح لرفع الغطاء عن الذين قاموا بنهب بعض المؤسسات أو نهب بعض المقار أو حتى بعض المستشفيات. وقبل أن نعلق على هذين التصريحين ينضم إلينا من صعدة عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله سيد حمزة الحوثي، أهلا بك. قبل أن أتحدث معك سيد سعيد شمسان، أنت ما زلت معنا على الهاتف الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح، يعني هذه التصريحات ربما تعطينا فكرة عن أن أنتم يعني داخل حركة الإصلاح والحلفاء ليس لديكم رؤية واحدة لما حصل، حتى لتوصيف يعني ما قامت به حركة أنصار الله واللجان الشعبية الداعمة لها، منكم من قال أنه انقلاب، منكم من قال أنه سيطرة على مقار، منكم من أعطاها عذر، وحتى بالنسبة للمرحلة المقبلة هناك اختلاف. هل هذا يعني من الممكن أن يشكل نوع من خلاف أو اختلاف في وجهات النظر فيما بينكم، وهل ستتحدون على رؤية واحدة؟ على الإطلاق لسنا مختلفين، ولكن هي وجهة نظر، كل منا عبر بطريقته حول الحدث وحول ما جرى، فليس هناك أي اختلاف في هذا الموضوع. ومع ذلك نحن نقول لن نتعامل إلا مع ما يجري على الأرض. وإذا كان الأخ محمد البخيتي قبل قليل في أحد المقابلات الآن قبل شوية وهو يقول بأنهم سوف يعملون وبأسرع وقت على تسليم تلك المنشآت وتلك المقرات وتلك المؤسسات للدولة والشرطة العسكرية ولأجهزة الدولة، أتمنى فعلا أن نذهب إلى يوم غد وقد قاموا بتسليم تلك المقرات وتلك المؤسسات إلى أجهزة الدولة، هذا ما نتمناه، يعني حتى فعلا يثبتوا مصداقية ما يقولون، لأنهم برضو للأسف الشديد يقولون شيء ويمارسون شيئا آخر على أرض الواقع. نحن لن نتعامل مع يقال في الإعلام ولا مع التصريحات، ولكننا سنتعامل مع ما يجري على الأرض. ما جرى اليوم من اعتداء، ماذا نقول عنه؟ اعتداء على المؤسسات، على مقر وزارة الدفاع، على القيادة العامة للقوات المسلحة، على رئاسة الوزراء، على الإذاعة، على التلفزيون، ويا ريت سلميا، ولكن عبر قصف تلك المؤسسات وتدميرها. ولكن يعني سيد سعيد، يعني استغرب ماذا نقول عن ذلك؟ يعني ما تفسيرك لردة الفعل الرسمية؟ يعني وزير الداخلية قال أن لا يجب مواجهة أنصار الله، يعني أوصل الفرق العسكرية، حتى هناك يعني فرقتين في الجيش أعلنت دعمهما لتحرك. أنا أعتقد أنه هذا التصريح من وزير الداخلية ينم عن مسؤولية وعن حرص حتى لا تسيل الدماء وحتى لا تزهق الأرواح، وحتى مجموعة سطت وبسطت على هذه المقرات. الأصل فعلا يحصل مثل ذلك ومثل هذا التصريح. أنا أقول فعلا هذا التصريح كان مسؤول، وعلى الإخوة أن قصدي الحوثيون أن يتعاملوا به أيضا بروح مسؤولة، وأن يعملوا بسرعة على الانسحاب الفوري من تلك المؤسسات ومن تلك ويسلموها لأجهزة الدولة. ما رأيك؟ لأن المخول دستورا بحمايتها هي أجهزة الدولة وليس أي طرف أو أي جماعة سواء كانت مسلحة أو غير ذلك. ما رأيك بأننا نتحدث عن النوايا والأفعال أن نسأل هذا السؤال إلى سيد حمزة الحوثي؟ يعني متى ستسلمون هذه المراكز؟ ما تعليقك حتى على ما قاله سيد سعيد فيما يتعلق بتسليم المراكز والجمع والمقرات يعني التي كنتم موجودون فيها؟ أولا أؤكد على أن ما حصل هو في الحقيقة أن اللجان الشعبية أخذت على عاتقها حماية المعتصمين السلميين بعد أن تكرر الاعتداء عليهم أكثر من مرة وقتلهم بدم بارد، مما حدا باللجان الشعبية بعد الاعتداء عليهم من مواقع الفرقة ومن أكثر الفرقة الأولى مدرع ومن أكثر من موقع في العاصمة ومواقع تتبع الفرقة الأولى مدرع وميليشيات تكفيرية وتتبع حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر. ما حصل أن
اللجان الشعبية أخذت على عاتقها في صد العدوان على تلك المواقع بالتحديد. بعد أن صدت العدوان على تلك المواقع بالتحديد حاولت تلك الميليشيات أن تحدث الفوضى وأن تقوم بعملية نهب لبعض المؤسسات في أمانة العاصمة، مما حدا باللجان الشعبية في أمانة العاصمة أن يأخذوا على عاتقهم في تأمين هذه المؤسسات بعد أن فر حراستها نتيجة تعدي هذه الميليشيات عليها. على سبيل المثال القيادة العامة تلقى أنصار الله استغاثة من قبل الجنود المتواجدين في القيادة العامة ومن قبل وزارة الدفاع حتى لإعانتهم في حماية القيادة العامة من النهب التي كانت بدأت به الميليشيات التكفيرية وعلي محسن الأحمر بنفسه وبشخصه، مما حدا باللجان الشعبية أن تعين القوات الأمنية في حماية هذه المؤسسات. نحن نؤكد هنا على أن أنصار الله لم يقوم بعملية إسقاط ولا احتلال، ما قاموا به ببساطة هو أنهم قاموا بعملية تأمين هذه المؤسسات من العبث، من الفوضى، من عمليات النهب التي كان مقرر لها أن تحدث، ومن عمليات الفوضى التي كان يراد لها أن تحدث. وبالتالي أنصار الله الآن ملتزمون في تواصل دائم وتنسيق مستمر مع وزارة الدفاع، مع قيادة الشرطة العسكرية، مع رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وهناك التزام بتطبيع الوضع على الأرض خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وستنسحبون من الأرض، ستفخم الاعتصام حتى عندما تشكل الحكومة، عندما تعلن الحكومة؟ الانسحاب من الاعتصامات نحن ملتزمون بما نص عليه الاتفاق الذي وقع عليه اليوم. نص على أن يتم رفع الاعتصامات وفقا لخطة زمنية تبدأ بإصدار قرار إلغاء الجرعة وقرار إقالة الحكومة اليوم وتكليف رئيس وزراء الحكومة الجديد، والمرحلة الثانية تبدأ مع التوافق على الترشيحات الوزراء للحكومة الجديدة وعلى إعلان التشكيل الحكومي والوزاري الجديد بعد فترة شهر من إعلان من تكليف رئيس الحكومة الجديد. طيب سيد سعيد، قبل أن أختم معك الحوار، علي محسن الأحمر نتحدث عنه كثيرا اليوم، أين هو؟ هل لديكم تواصل معه أنتم في حزب الإصلاح في الوقت الحالي؟ هو يعني كما نسمع من التصريحات أصبح مطلوبا من القضاء، أنتم ما سيكون موقفكم من هذا الأمر؟ على كل حال أنا أقول بأنه ما يتعلق بالجزئية الأولى اللي تطرق إليها الأخ حمزة، ويسمح لي أن أقول أن الكلام هذا غير صحيح جملة وتفصيلا. لن يكون هناك ميليشيات وليس هناك مجاميع قامت من هذه المؤسسات على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. من قام بتلك الأعمال هي ميليشيات الحوثي، وعليهم أن يراجعوا حساباتهم في هذا الموضوع. عذرا أنا أقاطعك، لم يتبقى لدينا وقت. أقول بأن الأخ علي محسن بحسب معلوماتي كان اليوم لدى الأخ رئيس الجمهورية في دار الرئاسة عندما طلب المستشارون لحضور التوقيع على الاتفاق، وعليهم أن يبحثوا عنه لدى الأخ رئيس الجمهورية. أما ما قام على به الأخ علي محسن للإنصاف وللتاريخ، نقول علي محسن كان سواء كان مع علي عبد الله صالح أو كان مع عبد رب منصور هادي، هو عبارة عن رجل دولة ينفذ المهام التي يكلف بها من قبل رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة. أقول هذه القضاء يعني هو ليس هاربا إلى القضاء، ينبغي أن تحال إلى القضاء، والقضاء يقول كلمته الفصل، جميعا التسليم بنتائج ما يقوله القضاء. ممتاز، يعني هو هارب أم ليس هاربا بالنسبة لا إليكم؟ لا لا لا، كما قلت لكم كان في دار كان في قصر الرئاسة. طيب نعم. شكرا لك سيد سعيد شمس الناطق الرسمي باسم حزب الإصلاح، كنت معنا من صنعاء. سيد حمزة الحوثي توافق على أنه كان في دار الرئاسة علي محسن الأحمر؟ سريعا لو سمحت.
لا علم لي بالتحديد في هذه النقطة، لكن ما أعلمه أن الجنرال علي محسن كان يتواجد في مقر الفرقة الأولى من درع، وبعد أن تقدمت اللجان الشعبية فر إلى القيادة العامة. أولا فر إلى قيادة السيطرة وقام بنهبها، ثم فر إلى القيادة العامة وتواصلت معنا وزارة الدفاع اليمنية والشرطة العسكرية والحراسة المكلفة بحراسة القيادة العامة، وأخبرتنا بأنه يتم إجراء عملية نهب من قبل الجنرال علي محسن وميليشياته المسلحة. نعم. وأن علينا إعانتهم في تأمين القيادة العامة، وبالفعل تدخلنا وقامت اللجان الشعبية. نعم. لتأمين القيادة العامة وبقية المرافق حرصا منها. طيب. على عدم إحداث أي فوضى، وهذا هذا ما أؤكده. شكرا لك سيد حمزة الحوثي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، كنت معنا من صعدة، شكرا لك. المسائية مستمرة، أنا من بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مشاهدين. أهلا بكم مجددا إلى المسائية. للمرة الأولى يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إمكانية عودة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحياة السياسية المصرية، لكن موقفه الذي ربطه بتراجع التنظيم عن العنف كما قال لم يلقى ردا إيجابيا من الحزب المعني. فقد أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة جماعة الإخوان المسلمين رفضه رسميا عرض السيسي. داعش ده فكر زيه زي كل الفكر المتطرف، مع اختلاف الأسماء، مع اختلاف الأسماء اللي موجودة هنا في العراق أو في نيجيريا أو في مالي أو في أي دولة تانية، لكن هو فكر محتاج مكافحة واستراتيجية شاملة لمجابهته، وده هياخد وقت. قبل أول إطلالة دولية له من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل إلى العالم وتحديدا إلى الولايات المتحدة، مؤكدا المشاركة في مواجهة تنظيم داعش، وإن لم يذكر تحديدا نوع المساعدة التي قد تقدمها القاهرة، لكنه أكد ضرورة وجود استراتيجية شاملة لمعالجة جذور التطرف في المنطقة. ويعلن أنه مستعد أن يشارك في أي حملة دولية ضد داعش، لكنه يرفض التدخل العسكري المباشر، يقصر ثانيا دوره على المساعدات الممكنة لوجستيا أو استخباراتيا، ثالثا يطالب بمد المنظور إلى الإقليم كله ولا يقتصر على داعش. تصريحات السيسي لم تقتصر على الأوضاع الإقليمية فقط، بل امتدت أيضا إلى الشأن الداخلي المصري، حيث أكد إمكان عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية شريطة نبذ العنف. فرصة المشاركة موجودة بشرط إن ما يبقاش فيه عنف واقتتال والقبول بالممارسة الديمقراطية الحقيقية. تصريحات قوبلت بالرفض من قبل ما يعرف بتحالف دعم الشرعية الذي نفى أن يكون له أو للجماعة دور في ممارسة العنف، علما أن هذه التصريحات خلفت بعض الأصداء الإيجابية وإن كانت في إطار دبلوماسي. تصريح دبلوماسي وتصريح ينم على ذكاء هذا الرئيس بأنه حقيقة على أرض الواقع ليس لديه مانع من فتح هذا الحوار مع كافة أطياف المجتمع، ولكنه في ذات الوقت يرفض أن يكون هذا الحوار مع الإرهابيين أو من تلوثت أيديهم بالدماء وجزء من هؤلاء قيادات جماعة الإخوان المسلمين. ويبقى المحك الرئيس هو الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، فهل سيوافق الإخوان على مطلب نبذ العنف ليكون لهم دور في هذا الاستحقاق؟ وكيف السبيل إلى ذلك في ظل الحظر المفروض عليهم بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل الحكومة المصرية؟ سمية الشناوي، القاهرة، الميادين. إلى لبنان، حيث حزمت الحكومة أمرها وقررت الدخول في معركة مفتوحة ضد الإرهاب والجماعات التكفيرية في جرود عرسال على الحدود السورية. المعركة ضد الجماعات المسلحة قد تتطلب تنسيقا مع دمشق، ولاسيما بعد معلومات أفادت بأن الخسائر التي حققها الجيش اللبناني في الساعات الماضية في صفوف المسلحين كان للجيش السوري دور فيها. عباس صباخ. الحكومة اللبنانية تحزم أمرها، معركة مفتوحة على الخيارات كافة لمواجهة الإرهاب والجماعات التكفيرية في جرود عرسال، جرود وعرة متداخلة بين لبنان وسوريا
في مغاورها يختبئ مئات المسلحين من داعش والنصرة الذين يخطفون نحو 30 عسكريا لبنانيا منذ 7 أسابيع. الخيارات أمام الحكومة ضاقت، فارتأت المواجهة ودعوت الجميع للوقوف صفا واحدا خلف الجيش الذي يشيع شهداءه المستهدفين إما بعبوات ناسفة داخل عرسال أو الذين تقتلهم النصرة وداعش بوحشية وبدم بارد، ما يعيد إلى أذهان اللبنانيين استنزاف المجموعات الإرهابية الجيش في نهر البارد قبل 7 سنوات. معركة الجيش مع المجموعات المسلحة في عرسال وجرودها وإن باتت أمرا واقعا إلا أنها تطرح تساؤلات عما إذا كان لدى الحكومة القدرة على خوض مثل هذه المعركة من دون الاستعانة بغطاء جوي سوري يفتقده لبنان ويتواجد لدى الجارة سوريا. في الوقت الذي يخوض فيه الجيش السوري على تخوم الجرود المتداخلة مع لبنان معركة متواصلة ضد المجموعات المسلحة عينها. إعلان رئيس الحكومة تمام سلام المعركة المفتوحة ضد الإرهاب أثار امتعاض بعض حلفائه في قوى 14 من آذار، فتيار المستقبل ما برح يحمل حزب الله مسؤولية الدفع في اتجاه الحسم العسكري، علما أن المعركة التي شهدتها عرسال في الأول من آب أغسطس الفائت توقفت بشكل مفاجئ تزامنا مع زيارة الساعات القليلة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى بيروت. الحريري عاد وأعلن وقوفه خلف الجيش والقوى الأمنية في ملاحقة بؤر التطرف والإرهاب. فهل يستطيع الجيش اللبناني الاستمرار في معركته في عرسال وجرودها ضد الإرهاب مستفيدا من اقتراب فصل الشتاء وحاجة الجماعات الإرهابية في الجرود لمخابئ أكثر دفئا يقيها البرد وكذلك الصواريخ من الجو والبرد؟ من تطورات في لبنان نعود مجددا إلى مصر وكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونناقش هذا الموضوع، نناقش هذا الموقف، حيث ينضم إلينا من اسطنبول رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات دكتور أحمد عامر. أهلا بك دكتور عامر. هل كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدعوة للإخوان المسلمين بالعودة إلى الحياة السياسية تراه دعوة جدية أم هو كلام سياسي؟ القائد الانقلاب السيسي يريد أن يضع تصور أمام الأمريكان وهو ذاهب لأمريكا أنه يفتح باب حوار مع الإخوان وأن ذراعيه مفتوحة للإخوان. بعد هذه الدماء الكثيرة، ليس دماء الإخوان فقط بل دماء الشعب المصري من إخوان ومن غير إخوان، من إسلاميين مسلمين ومسيحيين والجميع، ويدعي وهو ذاهب إلى أمريكا أنه يفتح صفحة جديدة مع الإخوان. أنا أقول إن القضية ليست قضية إخوان، ولكن القضية قضية دماء الشعب المصري التي أراقها عبد الفتاح السيسي ومن معه عندما قتلوا الشعب المصري وانتهكوا مقدرات الشعب وخيارات الشعب وسرقوا ثورة 25 يناير من الشعب المصري. القضية لا تحسم بهذه الصورة، ولا يقال عليهم أن يتفضلوا ليعملوا. قيادات الإخوان حكم عليهم بالإعدام مرات ومرات وهم في السجون، هتك الأعراض للبنات بعضهن دون سن الرشد في السجون المصرية وأقسام الشرطة، واقع مأساوي للغاية تتحدث عنه منظمات حقوق الإنسان في العالم، بل يتحدث البيت الأبيض أيضا عمن هو مسؤول. دكتور عامر، يعني أنتم لا تثقون بهذه الدعوة بحسب ما تقول، والمطلوب من الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا؟ أن يسقط الدعاوى القضائية يعني على جماعة الإخوان، على القياديين في حزب الحرية والعدالة؟ أي دعوة قضائية؟ الدعاوى القضائية التي تتحدثي عنها دعاوى يسخر العالم بأسره منها. العالم عندما يرى عشرات الإعدامات بل مئات الإعدامات، عندما نقول 625 إعدام هنا و 538 إعدام هناك، والإعدامات بالجملة في هذا العهد، فنحن نتحدث عن أي شيء يسقطه السيسي وجماعة السيسي. أنا أقول إن الشعب المصري فعلا حريص، كل الشعب المصري حريص إلى أن تمضي مصر بفترة سلام، ولكن معنى السلام إن الذي قتل يقف أمام المحاكمة، يحاكم محاكمة عادلة أمام الشعب المصري وأمام محاكم صحيحة. السيسي، إبراهيم، كل هؤلاء الذين يطالب المجتمع الدولي
بمحاكمتهم، علينا أن نضعهم أمام المجتمع الدولي ليحاكموا أمام محاكم مصرية نزيهة، وتمضي مصر المرحلة الجديدة. كل من قتل، كل من تلوثت يده بالدماء عليه أن يتنحى جانبا وأن يقف أمام القضاء المصري النزيه، يقف أمام القضاء المصري النزيه. وليس ضروري أن يحكم الإخوان أو غير الإخوان، إسلاميين أو غير إسلاميين. مصر فيها شرفاء من اليساريين والقوميين والليبراليين ومسلمين ومسيحيين محترمين جدا، ممكن يقود البلد في هذه المرحلة حتى تخرج البلد من أزمتها. ولكن الكراهية الكبيرة الموجودة والأحقاد البالغة حتى لا تقف مصر على قدميها يعني ولا تقدم مصر. انطلاقا مما تقوله، يعني كيف سيصطلح الحال إذن؟ الرئيس قدم خطوة أولى وهي يعني من الممكن أن تفتح باب التفاهم، باب التفاوض بين الرئاسة وجماعة الإخوان، يعني ممكن أن تكون خطوة أولى إيجابية على طريق تصحيح الوضع. الخطوة الأولى الإيجابية إنه من قتل يقف أمام المحاكم. الذين نتكلم عن أنهم قتلوا، هؤلاء ألاف مؤلفة، والسيسي وإبراهيم مسؤولين مسؤولية مباشرة. أنا كما قلت الخطوة الأولى هي أن يتنحى قيادة الانقلاب، تتنحى قيادة الانقلاب التي جاءت عبر تمويل خليجي وغير خليجي بمؤامرة أمريكية خليجية مشتركة، على هذه القيادة أن تتنحى وتقدم مصر مجموعة من الليبراليين، مجموعة من اليساريين. ولكن أمريكا لم تكن موافقة، يعني معروف الموقف الأمريكي. والرئيس عبد الفتاح السيسي انتخب شعبيا بصناديق الاقتراع. أظن قائد الانقلاب لم ينتخب شرعيا بصناديق الاقتراع. صناديق الاقتراع رأيناها عبر شاشتكم وعبر الشاشات الفضائية الأخرى وهي خاوية، لا يوجد أحد لينتخب على الإطلاق. المؤامرة في الانقلاب كانت خليجية أمريكية بالكامل، وهذا معروف، الأموال والتمويل والدعم والمساندة كل هذا أمريكي خليجي. أنا أقول أن السيسي يتخبط والانقلاب لازال قائم والدبابات لازالت في الشوارع واعتقال الناس ليلا ونهار وتعذيب الناس في السجون ليلا ونهارا، هذا ليس حل. نحن نريد حل. الحل ما هو الحل؟ أن تخرج كثير من القوى السياسية من المشهد، وعلى رأس من يخرج من المشهد قيادة الانقلاب، ويأتي قضاء نزيه محترم يحاكم الجميع. وهو قضاء نزيه محترم. شكرا في دكتور. وقت تقود البلد مجموعة جديدة نظيفة. شكرا لك دكتور أحمد عامر، رئيس مؤسسة تاور بريدج للاستشارات، كنت معنا من اسطنبول. شكرا لك.